هنكمل النهاردة إن شاء الله الجزء الثاني من محاضرة الهيد انجري. زي ما تفتكروا الجزء الأولاني خدنا فيه السكالب انجري وخدنا السكالب. ثالث جزء نتكلم فيه النهاردة البرين انجري. البرين انجري ده عبارة عن حاجتين، يا إما كونكشن، كلمة كونكشن معناها ارتجاج في المخ، وتاني حاجة سريبرال كومبريشن. تمام، يعني ايه كونكشن؟ ديفينيشن بتاع الكونكشن، كونكشن ده عبارة عن تروما انديوز التريشن المينتال ستيت، يعني معناها تروما نتج عنها تغير في حالة البرين نفسه. احيانا التروما دي ينتج عنها لوس في الكونشس، واحيانا ما يبقاش معاها فقدان في الوعي. طيب ايه سبب الكونكشن ده او ايه الميكانيزم بتاعه؟ هو تلناه وملوش سبب محدد، لكن كل اللي حاولوا تفسير وضع نظريات لتفسير الكونكشن. النظريات دي، في نظرية مبنية على الفايبراتوري موفمنت اللي هي الحركة الاهتزازية، ما بيحصل فايبراتوري موفمنت الارتيكولار فورميشن عشان خاطر التروما دي ممكن تعمل شيكنج، يعني تهز البرين، تهز البرين ده بيعمل مومنتري ارست بيس فانكشن. دي اول نظرية اتحطت اللي هي الفايبراتوري موفمنت. نظرية تانية معتمد على الفسيولوجيكال نيورون ثيوري، يعني معناها لما بيحصل ريتراكشن للدندراية بتاعت البرين تبدأ بيعمل مومنتري بريك في السينابس نفسه. نظرية تانية تقول لك لا، ده في سنترا في الكونكشن، والسنتر ده كمان حددوا مكانه موجود في الهايبوثالاموس. نظرية تانية اسمها تروتر فاسكولار ثيوري بتقول ان بيحصل هايبر اكيوت ديفورمت في السكال والانتراكرينيال كونتنت بتاعتها، فبالتالي بتعمل ديسبليسمنت للسي اس اف والبلاد ديسبليسمنت للاثنين، فبالتالي بيعمل مومنتري جنرالايزد انيميا في البرين. كلها نظريات لكن مفيش حاجه وضعت الكوز الاساسي للكونكشن. طيب ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعت الشخص اللي عنده كونكشن العرض ارتجاج في المخ؟ شكله يبقى شكله عامل ازاي؟ بيختلف هل هو مايلد كيس، يعني تروما صغيره كده، ولا سيفير كيس. المايلد كيس هتلاقي ان هو الشخص ده اللي حصل له كونكشن ممكن يحصل له فومتنج مره او اتنين، وبعد كده واحيانا فومتنج بس مفيش اي حاجه فيزيكال ساين بتبان تاني. بعديها بفيو مينيت كده يحصل له منتال كونفيوجن خفيف خالص، وتلاقي الشخص بعديها كومبليتلي ريكفري ومفيش اي حاجه حصلت له. زي مثلا الشباب اللي بتلعب كورة يجيله خبطة بالكورة في دماغه وممكن يحصل له بعديها فوم مرة واثنين، وبعد كده بيقوم يكمل لعب عادي مفيش أي مشاكل. دي المايلد كيس اوف كونكشن، ودي تقريبا أغلبية الحالات من الكونكشن بتبقى مايلد. لكن في السيفير كيس تلاقي الكلينيكال بيكشر بتاعتها بتختلف شوية. تلاقي إن الشخص البادي بتاعه بيبقى بيل وكولد، البلس بتاعه بيبقى رابيد بلس، البلاد بريشر بيبقى لو بلاد بريشر، الريسبيريشن بيبقى شالو ريسبيريشن، المسل بتبقى فلاسيد فيها لوس في الريفلكسز، لو احنا بصينا على البيوبل نلاقيها وايدلي دايليتد ايكوال بيوبل، ويبقى فيه فومتنج. خلوا بالكم من الكلينيكال بيكتشر في السيفير كيسز، بنجيبها كتير في الام سي كيو، شكل البلس بيبقى ايه، البلاد بريشر شكله ايه، الكلام ده كله مهم بالنسبه لي عشان افهم الميكانيزم بتاع الكونكشن ده ايه بالظبط. يعني معناها نتفق كده ان البلس بيبقى رابيد والبلاد بريشر بيبقى لو. تمام، طيب الفيت اوف كونكشن، الشخص بتاع الكونكشن ده بيحصل له ايه؟ أغلبية حالات الكونكشن يمكن ما يقارب 90% بيحصل لهم كومبليت ريكفري في أغلبية الحالات. في حالات بسيطة بتدخل في حالة اسمها incomplete recovery، الشخص ده بيبتدي اي نعم بيرجع للكونشس، الكونشس بعد ما كان بيبقى فيه لوس في الكونشس بيبتدي يرجع الكونشس بتاعه تاني، بس بتبقى عنده حالة اسمها بوست كونكشن. يعني ايه بوست كونكشن؟ يعني الشخص بيبقى دراوزي شوية، irritable، عنده هيديك، عنده vomiting. بعد شوية أيام كده ممكن يحصل له completely recovery، أو أحيانا للأسف بيبتدي إن هو يعاني من retrograde amnesia، بيبتدي إن هو الميموري بتاعته بيحصل فيها impairment شوية ويحصل له post traumatic automatism. تمام، أحيانا بيحصل ديس، بس ده رير، يعني رير إن هو يحصل من concussion يعني. وفي حالات الديس دي لو الحالة دي اتشرحت هتلاقي في الأوتوبسي بتاعته هنلاقي إن البرين نفسه مانيال في منيوت بتيكيال هيمروش، يعني في هيمروش كده صغير خالص كده تلاقوه سكتر على كل البرين نفسه. يا اما الفيت الاخير بتاع الكونكشن انه يدخل في حاله اسمها برين كومبريشن. يعني ايه برين كومبريشن ده؟ يعني معناها حاله من انكريز الانتراكريان تنشن. بيدخل برين كومبريشن ده يا اما يدخلها دايركتلي على طول من الكونكشن يدخل على الكومبريشن، واحيانا بيبقى فيه فتره بين الاثنين، ودي بنسميها فتره البيضاء او اسمها اليوسيد انترفال. يبقى اليوسيد انترفال دي الفترة البيضاء اللي بتوين الكوما اوف كونكشن والكوما اوف كومبريشن، بس لازم نتفق
ان مش كل الكومبريشن او مش كل الكونكشن اللي يؤدي الى كومبريشن يبقى بينهم اللوسيد انترفال، ممكن يبقى فيه كونكشن يدخل على كومبريشن على طول، وممكن يبقى بينهم اللوسيد انترفال، وهنعرف السبب ده ليه. طيب يبقى اللوسيد انترفال ايه التعريف بتاعها؟ دي بيريود اوف تمبرري ريكفري، مرحله الواحد بيبقى فيها ريكفري بس ريكفري يعني مؤقت، بين الكوما اوف كونكشن والكوما اوف كومبريشن. ممكن في الفتره دي الفتره البيضاء ان الشخص يتحرك عادي، يرجع شغله، مفيش اي مشاكل فيها، كانه خف تمام. طيب ايه اللي بيخلي الواحد بيتحسن في الفتره البيضاء دي وبعدين يدخل في كومبريشن؟ ايه الميكانيزم بتاعها؟ الميكانيزم بتاعها ان اثناء فتره الكونكشن احنا اتفقنا البلاد بريشر شكله ايه في الكونكشن، بيبقى واطي تمام. يبقى اثناء الكونكشن بلاد بريشر بيحصل فيه هايبوتنشن. الهايبوتنشن اي نعم في الكونكشن بيبقى فيه رابشر بلاد فيزل، بس نظرا من البلاد بريشر واطي ما بيقدرش يعمل بليدنج من الرابشر بلاد فيزل تمام، معناها ان في رابشر بلاد فيزل بس يعني ما فيش بليدنج عشان بلاد بريشر واطي، جاست ان هو يعود لشغله ويرجع حياته الطبيعيه، يبتدي البلاد بريشر يعلى سنه بسنه. الرايز في البلاد بريشر ده بيخلي ان البلاد اللي كان موجود ومش قادر يطلع من الرابشر بلاد فيزل بيطلع، فده بيؤدي الى انكريز الانترافيريال بريشر، وبالتالي الساين في كومبريشن تبتدي ايه تبان عليه. طيب احنا ليه بندرس اللوسيد انترفال؟ ايه بالنسبه لنا اهميتها في الشرع؟ ايه الميديكو ليجال امبورتانس بالنسبه لنا؟ لا دي ليها اهميات كتير. اول حاجه ان الفيكتيم ممكن يونس اسم الاسيلنت، هو خلاص بقى كويس بعد الضربه اللي خدها، عملت له كونكشن، دخل في اللوسيد انترفال، اتحسن وفاق لنفسه واتكلم ورجع شغله، ممكن يقول لك مين اللي ضرب. طيب الاهميه الثانيه بالعكس بقى، ان ممكن الشخص اللي ضربه يقول لك لا انا مش انا السبب في وفاته، مثلا لو الشخص ده مات بعد كده ويدلل يقول لك انا لو كنت الضربه بتاعتي هي اللي ادت الى الوفاه كان مات على طول، لا ده رجع شغله واتكلم ومش عارفه ايه. يبقى ممكن كمان الاسيلنت يدافع عن نفسه يقول لك مش الضربه بتاعتي هي سبب الوفاه. ليها اهميه بالنسبه لنا احنا كدكاتره، ان اي مريض يجي عندي او اي مصاب يديك هيستوري اوف كونكشن، مش تقول لك كونكشن بسيطه اغلبيه الحالات هتخف يلا مشيه، تروح ماشيه من عندك من استقبال في الاصابات على طول، لا اي حاله كونكشن تجي لك في الاصابات لازم تبقى ماست بي هوسبيتالايزد فور 48 ساعه، مخليه عندك 48 ساعه تعمل بايه؟ ان انا اشوف الفايتال ساين بتاعك، لازم ان انا احط ايدي على البلس بتاعه واتابع البلس بتاعه كويس جدا. والله في اي وقت البلس بتاعه وصل لغايه ال 60 او اقل من ال 60 يبقى لازم المريض ده يدخل عمليات فورا، ونعمل له عمليه دي كومبريشن اوبريشن، او بيسموها عمليه الترفاين او المعروفه بين عمليه بين عامه الناس اللي هي عمليه التربنه، ان انا بحوش حته من السكال، الغرض منها ان انا بحاول اقلل الانترافيان تنشن عشان ما يدخلش مني في عمليه او في الكومبريشن تمام. طيب يبقى تاني مرحله اللي هي الكومبريشن، يبقى احنا خدنا الكونكشن وخلصنا من الكومبريشن، دي عباره عن حاله بيحصل فيها انكريز الانترافيان بريشر، ينتج عنها طبعا ديستربنس في البرين فانكشن، لما بتزيد الانترافيان تنشن او الانترافيان بريشر فبيحصل ديستربنس في البرين فانكشن، وبيحصل جرادوال لوس في الكونشس. طيب الانكريز انتراكريان تنشن ده اسبابه ايه؟ هل لازم تبقى تروما هي اللي تعمل انكريز انتراكريان تنشن؟ لا مش كل اسباب الانكريز انتراكريان تنشن ديو تو ذا تروما، ممكن تكون اي سبيس اوف بينج ليجن موجوده في البرين نفسه تعمل لي انكريز انتراكريان تنشن، بمعنى ممكن يكون عنده انتراكريان هيمش، البريدنج نفسه البلاد نفسه وجوده في البرين ده سبيس اوف بينج ليجن. لو عندي ديبريزد بون فراجمنت، حته زي ديبريزد فراكشر خدناه في الجزء الاولاني، حته بون حتى لو حته بون صغيره تنزل في البرين نفسه، فبالتالي دي تعتبر سبيس اوكيباينج ريجن دخلني في عمليه كومبريشن. لو موجود واحد فورين بودي بوليت، واحد ضربه برصاصه في دماغه ووجود الرصاصه نفسها، دي تعتبر سبيس اوكيباينج ريجن وتعلي الانترفيرن تنشن وتدخل الشخص ده مني في كومبريشن. طيب لو الكومبريشن ده ديو تو ذات بريست بون فراجمنت او فورين بودي، يعني معناها سبيس اوكيباينج ريجن اوريدي بريزنت ان ذا برين، فتتوقع ان هو يدخل من الكونكشن على الكومبريشن دايركتلي جري كده وزلط لوسيد انترفال، مش محتاج لوسيد انترفال. ليه؟ لان الحاجه موجوده اصلا في البرين. لكن لو الكومبريشن ده كان نتيجه انتراكرينيال بريشر زي الكلام الانتراكرينيال هيموج اللي احنا الكلام كنا بنتكلم عليه، ده محتاج وقت زي ما قلنا، اللي محتاج وقت لما البلاد بريشر يعلى ويحصل بريدنج من التورن فيزل والكلام ده كله، يبقى انا محتاجه هنا لوسيد انترفال ان هي تبقى بين الكونكشن وبين الكومبريشن تمام. يعني فهمنا امتى الكومبريشن يحصل
مع لوسيد انترفال، وامتى يحصل وزاوت لوسيد انترفال زي ما اتفقنا. لو هو في الدبريسد بون فراجمنت او وجود فورم بودي يبقى يحصل دايركتلي وزاوت لوسيد انترفال، لكن في انتراكرين هيمرج يبقى لازم في فرح في فتره اللوسيد انترفال بتوين الكوما اوف كونكشن اند الكوما اوف كونفرشن. تمام. طيب الميكانيزم بتاع الكونفرشن بيمر بتو ستيجز، الستيج الاولانيه ستيج اوف اريتيشن، الستيج الثانيه ستيج اوف باراليسيس. هما مرحلتين بيؤدوا الى بعض مع موضوع ترتيب. يعني معناها ايه؟ الستيج اوف اريتيشن لما الانترتنشن بيبتدي يزيد، السيريبرال فين انتوا عارفين ان الرول بتاعتها سن، فبالتالي بتبقى يعني زياده الانترتنشن في بدايته بيقدر على الفين بيعمل لها كلوجر الاول، فبالتالي لما الفين تتقفل بيعمل سيريبرال كونجيشن، بيعمل سيريبرال اديما او سيريبرال اريتيشن. طبعا ده من الفيست بتاعي، بتلاقي ان الشخص ده بيبقى عنده مايوزس، الريفلكسز بتبقى اكسجريتد ريفلكسز، البلاد بريشر بيبتدي يعلى. تمام. المرحله الثانيه بقى اللي هي ستيج اوف باراليسيس، لا خلاص البلاد بريشر خلاص بدا يعلى ويشط لفوق يزيد جامد، يحصل كلوجر بقى للبلاد فيزل الارتري نفسه اللي هو الثيك وول. تمام. طب انت يعني تخيل كده انك انت ماسك الارتري اللي في البرين وقفلته، هيحصل ايه؟ يحصل سيريبرال انيميا، هيحصل سيريبرال باراليسيس، هتلاقي ان الشخص ده عنده فيفر. ليه فيفر؟ لانك انت عملت باراليسيس للهيت ريجوليتنج سنتر اللي موجود في الهايبوثالامس. تمام. يبقى خلوا بالكم برضو من ضمن المانيفستيشن كاركترستيك للكمبريشن فيفر، ان انا بوظت السنتر الهيت ريجوليتنج سنتر. كل ما بيزيد الانكريس اللي انت كان تنشن، كل ما الحاله بتبقى اسوا، ممكن نوصل لدرجه ان يحصل هيرنيشن للمظله نفسها ثرو الفورام الماجنم، وممكن تعمل لي اسفيكسيا، ممكن تؤدي الى ديس. تمام. طيب كلينيكال بيكشر هيبقى الشخص بتاع الكمبريشن شكله ايه؟ طبعا فاكرين قلنا ستيج اوف اريتيشن فيها كونجيشن، يبقى كونجيستد فيس، جرادوال لوس في الكونشس ان انت كل ما يدا عمال تقفله مره فين ومره ارتري، البالس سلو بالس. فاكرين لما قلنا في الكونكشن لما بيوطى البالس بتاعه عن 60 يبقى دخلنا في كومبريشن، يبقى البالس سلو بالس. البريزنج بيبقى ديب بريزنج، البلاد بريشر هاي وكل شويه كمان بيعلى، هاي تمبريتشر. انت وصلت، احنا قلنا ان احنا الهيت ريجوليتنج سنتر عند باظ. تمام. بيحصل عنده بروجكتايل فومتنج، اي حد عنده انكريز انتراكنتنشن من ضمن الكاركترستيك ليه زي ما تاخدوه في النيورو بعد كده بروجكتايل فومتنج، بيحصل له ساينز اوف لاترلايزيشن. ايه ساينز اوف لاترلايزيشن دي؟ يمكن دي اول مره تسمع عنها عندنا في الشرع. اول حاجه ساينز لاترلايزيشن دي بيحصل فيها كونجكت، اول حاجه فيها تلاقي ان بيحصل فيها ديفيشن في الجلوبس، يعني تلاقي العين تبقى ديفيتد في الاول خالص للافكت سايت، وبعد كده تلاقي ديفيتد تو ذا اذر سايت. تبص على البيوبل تلاقيها ان ايكوال بيوبل، تلاقيها كونتراكتد في الافكتد سايت وبعد كده في الكونترالايتد سايت. البيوبن ذا سيم سايد سفيرس كونستريكتد عشان الاريتيشن، وبعد كده لما بتحصل في الستيج اوف باراليسيس يحصل فيها دايليتيشن في البيوبن، يعني البيوبن مش ايكوال. وبعد كده بيحصل باراليسيس الاوبزيت سايد اوف ذا بودي، زي ما انتم عارفين في النيورو قبل كده ما خدتوه في الاناتومي ان البيراميدال تراكت ده بيحصل له كروسنج في البونز ات ذا اوبزيت سايد، فبالتالي بيحصل باراليسيس الاوبزيت سايد. الباراليسيس ده is preceded by irritation، يحصل فيه twitches كده في المصل، وبعد كده بيحصل فيه exaggerated في reflexes في contralateral side. تمام. بيموت من ايه بتاع الـ compression ده؟ يعني طبعا بيحصل برس vital center، center ولا center بيبوظ، وممكن يحصل له asphyxia لو حصل herniation في المضل. عالجوا ازاي بتاع الكومبريشن ده؟ اعملوا دي كومبريشن اوبريشن، هي عمليه التربه، عمليه الترفاين اوبريشن دي، باخد حته كده بدور حته في السكال واشيلها، بفتح شباك كده في السكال عشان اقلل البريشر اللي موجود جوه، عمال يبوظ لي حته حته في البريد. تمام. ذا سايت اوف اوبريشن بعمله اكوردنج للساين اوف لاترلايزيشن، هي اللي بتحدد لي الافكتد فين، الافكتد سايد فين بالظبط، بقى بيوبل اند ريفلكسز. عمري ما اعمل ترفاين اوبريشن وجايدد ليا الوند، لا ماليش دعوه بالوند على الناحيه الشمال ولا الناحيه اليمين، سيكو خالص من الوند. المهم ادور على الساين اوف ترفايزيشن اللي يساعدني في كده البيوبل والريفلكسز اشوفها هي اللي بتساعدني اعمل فين الترفاين اوبريشن. تمام. كده خلصنا اللي هم الكونكشن والكمبريشن. ندخل بعد كده على الانتراكرينيال هيمرج. الانتراكرينيال هيمرج ده يا اما بليدنج في المننجيز يا اما بليدنج في البرين نفسه. بليدنج في المننجيز يا اما بره الديورال اكسترا ديورال، يا اما تحت الديورال ساب ديورال، يا اما الساب اراكونويد، يبقى ده اسمه مننجر انجري. ثلاثة البرين انجري ده ملوش حاجه غير انت اسمها انترا سريبرال هيمج. تمام. طيب عايزين نفرق بين الاكسترا ديورال والساب ديورال والساب اراكونويد هيمج.
تمام. يعني دي رسمة بس يعني بتقرب لكم يعني ايه مثلا اكسترا ديورال، يعني ايه سب ديورال، يعني شاف هو اللي بره الديورا اكسترا ديورال، اللي تحت الديورا هو سب ديورال، اللي داخل في السبستانس بتاعت البرين السب اراكونايد هيمز اللي هو في موجود في السب اراكونايد سبيس. تمام، ناخد اول واحد فيهم من الاكسترا ديورال هيمز، ده تقريبا ده اقل واحد في الكومن يعني ليست كومن، السايد بتاعه من اسمه اكسترا ديورال هيمورج، يعني بليدنج اوكير بتوين ذا انر تيبل وساسكال اند مننجيز، موست كومن في التمبرال ريجون وفي المود الفصة، بيحصل كومن في الناس صغيرين والكوز بتاعته تروما. النوع البليدنج هنا بيبقى ارتيريال بليدنج جاي مينلي من ميدل مننجيال ارتري، طبعا بيحصل الكورس بتاعه اكيوت لان هيماتوما بتعمل كومبريشن، ولو عملت لمبر بانكشر طبعا ما فيش بلاد بيطلع فيها، ده البليدنج اكسترا ديورال بره الديورا، هيجي لك دم منين في اللمبر بانكشر؟ الساب ديورال ده ساب ديورال من اسمه، يبقى بتوين الديورا والاراكونوي. مين اللي بيحصل في الاولد ايج؟ الكوز بتاعه من التروما، الناس الكبار في السن دول بيبقى البلاد ليزل اصلا فيهم اثيروسكلروزز، مش محتاجين تروما كبيره عشان تعمل لهم الساب ديورال، اي مين التروما البرين بيبقى فيه لاثريشن. ممكن يبقى كومبليكيشن للسبيريو ساجيتال ثرومبس او كومبليكيشن لاي انتي كواجلانت تريتمنت بياخدوه، او ممكن يكون اكستنشن من الساب اراكونايد هيمبر. نوع البليدنج بيبقى فينوس جاي من التورن كوميونيكيتنج. تمام، الكورس بتاعه مين اللي بيحصل له ابزوربشن بلاد باي اورجانيزيشن. احيانا الاكيوت بليدنج ده يتحول لكرونيك ونسميه كرونيك سبديورال هيماتوما، وبيبقى ليه اسم تاني اسمه باكي مانينجايتس هيموراجيكا، هنا عباره عن ده عباره عن كرونيك سبديورال هيماتوما، ده بيحصل في الناس الكبار او الناس الالكحوليك، الناس اللي بتشرب الكحول كتير، بمعنى ان هم بياخدوا خبطات كتيره في دماغهم كل شويه، فبالتالي بيبقى مثلا اكيوت حاجه حصل له اكيوت بتعدي عليها فتره فبتبقى كرونيك، يجي تخبط تاني بيبقى اكيوت وبيبقى بعد كده بتحول لكرونيك، فبيديني كاركترستيك بيكتشر بسميها باكي مانجايتس هيموراجيكا، وطبعا عملت لمبر بانشر مفروش بلاد. اخر نوع في الكيورال الصاب اركونايد هيمروش، ده كومنست كوز، في كومنست يعني اشهر واحد في الثلاثه، وبيبقى موجود من اسمه في الصاب اركونايد سبيس، وبيحصل في اي عمر، ملوش عمر ولا صغير، يعني الصغير يحصل الكبير يحصل. ممكن يكون سبب تروما، او ممكن يكون الاكستنشن فروم باثولوجيكال انتراسيريبرال هيمروج، او رابشر كونجنتال او مايكوتيك انيوريزم، يعني اسبابه كتيره جدا، والكورس بتاعه اكيوت او كرونيك والله اكوردنج للكورس بتاعه، ممكن يكون ارتيريال فروم رابشر انيوريزم، ممكن فينوس عشان من الكونجيشن نفسه. طبعا هنا لو عملت طالما موجود بليدنج في سبر كوميد سبيس فشور لما اعمل لامبر بانكشر هيديني فرانك بلاد سيل. تمام، انترا سريبرال هيموريج بقى في منه نوعين، تروماتيك وباثولوجيكال. التروماتيك ده عايزين نفرق بينهم، التروماتيك ناخد هيستوري بيحصل في اي ايش، اما الباثولوجيكال ده بيحصل في الناس الكبار بس، والناس الكبار اللي عندهم هايبر تنشن كمان. الشيب اوف ذا بليدنج التروماتيك هتلاقيه عباره عن، لو انا شفت الحاله كده هتلاقي البليدنج ويدج شيب، هتلاقي الوسع بتاعها كله على السيرفس، الايبكس بتاعته يعني الوسع على السيرفس، وكل ما ادخل جوه السبستانس بتاعت البرين بيضيق لجوه، على عكس الباثولوجيكال تلاقي ان هو تابرنج توورد ذا برين سيرفس، يعني تحس الباثولوجي كله او البليدنج كله جوه البرين سبستانس، وكل ما اطلع على السيرفس الليجن بتقل. السايت بتاع التروماتيك اي مكان على حسب التروما خدها فين، اما الباثولوجيكال مين اللي بيحصل في الكوربس ستريتم عشان بيحصل رابشر لنتيكولو ستريت ارتري. نمبر اوف هيماتوما في التروماتيك على حسب كم خبطه خدها، لكن في الباثولوجيكال بيبقى اغلبيه الاحيان واحده بس. التروماتيك الكونديشن اوف ذا فيزل نورمال، لكن في الباثولوجي بيبقى فيه ديزيز في اثيروسكلروز، قلت لكم اولد ايج وهايبر تنشن شور ان هيبقى فيه اثيروسكلروز، طبعا التروماتيك اقل في النسبه بتاعتها عن الباثولوجيكال انتراسيريبرال هيموريج. طيب انواع التروماتيك، في حاجه اسمها كو وكونتر كو انجري. الكو انجري دي معناها الانتراسيريبرال هيموريج ده بيحصل دايركتلي ريليتد للتروما، اما الكونتر كو هيموريج دي بتحصل ات ذا اوبزيت سايت اوف ذا، يعني على مكان عكس الخبطه، مثلا لو انا خدت خبطه على الرايت اوكسيبيتال بون هتلاقي ان هيموريج موجود في الليفت فرونتال بون، تمام، يعني عكسها. الميكانيزم بتاعتها ايه يا جماعه، ايه اللي خلى
في الكاونتر اوضه البليدنج بيحصل في الاوبزيت سايد، ليه ما حصلش مكان السايت اوف ابلكيشن اوف تروما؟ عشان خاطر بيحصل فرق في السبيد بتاعه الموفمنت بتاعت بتوين بتاع البرين والسكال. انتوا عارفين ان البرين ده سوفت تيشو والسكال دي بون، السكال البون بتبقى خف فالموفمنت بتاعتها بتبقى اسرع، لكن البرين ده حاجه سوفت فالحركه بتاعته ابطا، فالواحد لو خد له خطه السكال بتتحرك بسرعه اسرع بكتير من البرين. فالفرق الديفرنس في الموفمنت بتوين الموفمنت بتاعت البرين والموفمنت بتاعت السكال بيحصل تيرنج في البلاد فيزل ات ذا اوبزيت سايد، يعني زي ما اتفقنا مثلا لو اتخبط على الرايت اوكسيبيتال يحصل له بليدنج في الليفت فرونتال، عشان خاطر الديفرنس في السبيد بتاعت الموفمنت بتوين السوفت والسوفت اللي هو البرين وبتوين البون اللي هو السكال، فالديفرنس في سرعه الموفمنت ده بيعمل ستريتشنج في البلاد فيزل يحصل له تيرنج في الاوبزيت سايد، فبالتالي بيديني انترا سيريبرال هيموريج at the opposite side of التروما اللي هو اخذ، ده بنسميه counter coup injury. تمام، يعني هاي مثلا الرسم بتوضح لكم الكو والكاونتر كو، يعني هو لو خد مثلا في الكو انجري هيحصل الانترا سيبر هيموج موجود على السايت اوف ابلكيشن في الفورس، لكن مثلا الرسمه دي زي ما انتم شايفين هنا واخد التروما قدام لكن حصل انترا سيريبرال هيموج من ورا. تمام، عشان فرق بتوين السرعه، يعني شايفين السكال اهي بتتحرك، السهم اهو بيتحرك لورا والبرين بيتحرك لقدام، يعني في فرق في السرعه بتاعتهم في الحركه، واحد بيتحرك لورا وواحد بيتحرك لقدام، ده بيؤدي الى تيرنج في البلاد فيزر ذا اوبزيت سايد وبيديني انترا سيريبرال هيموج في الاوبزيت سايد، وده بنسميه كاونتر كو انجري. تمام، طيب ايه السيكولي اوف هيد انجري؟ بيحصل حاجه اسمها ريتروجريد امنيزيا، او سيكولي ازاي بتساوي كلمه زي كلمه كومبليكيشن. بيحصل ريتروجريد امنيزيا، ممكن الشخص ده بيحصل لوس في الميموري فيو دايز، يعني بيحصل امنيزيا بيبتدي ينسى الاحداث ايام كده قبل الحادثه ما تحصل له، ممكن يحصل له بوست تروماتيك اوتوماتيزم، ممكن يحصل له بوست تروماتيك نيروزيس، ممكن ديفولوب سيمتومز كده غريبه بتبقى اغلبيتها سايكولوجيكال، يعني السبب بتاعها بيبقى سايكولوجيكال. ممكن يحصل له جاكسونيان ايبيليبسي عشان بيحصل اديهيجن بين السايت اوف ذا تروما والموتور كورتكس، طبعا يحصل انفكشن دي وارده جدا في حالات المننجيتس والبرينيفسس والثرومبوزس. يحصل له بيرمننت انفيرميتي، كلمه بيرمننت انفيرميتي يعني عاهه مستديمه، ودي بتحصل كتير جدا لو انت عملت دي كومبريشن اوبريشن في عمليات التريفاين، خدت حته من البرين كده حته من السكال سوري وخشتها عمرها ما هيل ببون، فبتفضل حته هيل بميمبرين وبتفضل اعاقه ليه طول عمره الشخص اللي انت عملت له تريفاين اوبريشن. ممكن حاجه اسمها بانش درانكن سندروم، ده بيحصل كرونيك تروماتيك انكفالوباسي، دي في حالات في البوكسر الناس اللي هي بتضرب كل شويه في دماغها ممكن يحصل لهم كرونيك تروماتيك انكفالوباسي. بيبقى مانيفست ممكن يحصل له باركنسونيزم، ممكن يحصل له اتاكسيا ديسارزيا الزهايمر لايك ديزيز، ممكن يحصل له كوشنج ألسر، ممكن يحصل له باراليسيس في الكرينيال نيرف. طيب بيموت من ايه بتاع الهيد انجل؟ في رابيد كوز وديليد كوز. الرابيد كوز ممكن من الكونكشن، احنا قلنا من ضمن الفيت بتاعته كونكشن ديس بس دي رير، ممكن يموت من الكومبريشن، ممكن يموت من البرين لاسريشن. التلات اسباب دول اسباب رابيد كوز في الديس في حالات الهيد انجل، اما من الكونكشن يا اما من الكومبريشن يا اما من برين لاسريشن. في ديليد كوز سيبسيس، يحصل سيبسيس، يحصل بيرننت انفيرميتي العاهه المستديمه، ممكن يحصل له جاكسونيان ايبيليبسي ودي هتؤدي الى الوفاه بس هتتاخر شويه. تمام، دي اسباب الوفاه في حالات الهيد انجري. اتمنى انكم انتوا تكونوا فهمتوا المحاضره وتذاكروها، وربنا يوفقكم يا دكاتره. شكرا.